بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي ساداتي، الحشيش والأفيون لا يعرف على وجه الدقة دخول النبات القنب الهندي اللي هو اللي بيسمى الحشيش إلى مصر، لكنه كان مثبت إنه كان مباح حتى القرن ال19. اسمع يا سيدي التقرير دوت. طبقا لبيانات وزارة الداخلية المصرية التي أشارت إلى إن أول مرسوم لتجريم الحشيش والأفيون كان في مارس 1879، إذ منعت زراعته وحظر استيراده وتم فرض عقوبة تتمثل في غرامة قدرها 200 قرش، يعني 2 جنيه. ويمكن القول إن مصر عرفت الأفيون منذ القدم، استخدم في عصر المماليك لأنهم كانوا بيحاربوا كتير وكان عندهم جروح. كان يستخرج من ثمرة الخشخاش التي لم تنضج بعد، وهي عبارة عن كبسولة كده زي جوزة الهند، وهي شجرة حمراء أو بنفسجية لها ثمرة عبارة عن الكبسولة زي ما قلت لك تقارب جوزة الهند. كان هناك اعتقاد سائد منذ عصور قديمة بأنه دواء لكثير من الأمراض، خصوصا أنه يسكن الآلام للمتوجعين. معروف طبعا ان الافيون بيتعمل منه المورفين، والمورفين ده المسكن، واي دواء في الدنيا بيبقى مكون من حاجتين، محفز ومسكن. المسكن لازم يبقى من الافيون او مخلق زي الترامادول، زي مثلا اي حد كان بيجي له سرطان كانوا بيدوا له ترامادول. العلبه كانت ب 40 جنيه، يعني والدي الله يرحمه ويحسن اليه كانوا كبل له الترامادول، فكان العلبه ب 40 جنيه، فلما منعوه عشان الخراج اشترت له من السوق السوداء ب 400 جنيه. ده الفرق ما بين السوق السوداء والعادي. المهم يا سيدي، عرفت مصر الدخان بشكل عام عند دخول العثمانيين 1517 عند دخول الأتراك، وبعد كده في القرن ال18 وصلت مصر نوعيات مختلفة من الدخان، وبعدها قام كثير من التجار بافتتاح مقاهي للتدخين ولشرب القهوة. وفي ذلك الوقت في ظل تصور البعض ان القهوة كانت من المسكرات، إنهم اتخذوا من القرآن مهجورا. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال الحلال والحرام، وقال تعالى أتلوا ما حرم الله عليكم. تيجي تقول لواحد مثلا طب ده زهرة الخشخاش والقنب الهندي، يقول لك ده ما كانش موجود في وقتها. أنت اللي لازم تفهمه إن ربنا سبحانه وتعالى عارف المستقبل، والدليل في سورة الكهف. لو شفت سيدنا موسى لما مشي مع فتاة وصل لحد مجمع البحرين، مشي مع عبد من عباد الله وربنا ما قالش اسمه، لأن لا يعلم جنود ربك إلا هو، فخرم سفينة وقتل طفل وبنى جدار. الحاجات دي ده تقدير ربنا للمستقبل، يعني في المستقبل الأب والأم صالحين، فالابن دوت هيعاق لو كبر معاهم هيخليهم يبقوا مش مؤمنين، فربنا سبحانه وتعالى قضى الأمر من قبل. يعني اللي احنا عايشينه دلوقتي لازم تفهموه ربنا مدبره من قبل كده، الكلام ده قديم. المهم يا سيدي، وبرضه في خلط ما بين الخمر ومثلا وزي البيرة والحاجات زي مثلا زي البلو ليبل او الجيفاز رجال. الجيفاز معمول من البصل، والبيره معموله من الشعير، والكحول مش هو ده الخمر. الخمر ربنا طلب من المؤمنين ان هم ما لا يقربوا الصلاه وهم سكارى، والسكر بيجي من الخمر، والخمر ده العنب المتخمر، البلح المتخمر، لكن زي الجيفاز او البلو ليبل او البيره دي مشروبات روحيه، مشروبات طاقه يعني. زي الريد ليبل مثلا او الهورس او الباور، حاجات مشروبات طاقه وطاقه مؤقته برضو. وشاع. المهم نرجع لمرجوعنا. شاع في ذلك الوقت او الزمن فتاوي لدى علماء الدين ان القهوه حرام عشان فيها كافيين فبتنبه، انهم اتخذوا من القران مهجور. المهم طبقا لكتاب وصف مصر اللي صدر في عصر نابليون بونابرت، رسموا المصريين وهم بيدخنوا الشيشه قدام منازلهم. وكان التدخين عاده يوميه كمان للوالي محمد علي، فهو في الاصل كان تاجر دخان. والكلام دوت قاله المؤرخ الشهير عبد الرحمن الجبرتي عام 1816، ما يفيد اتجار محمد علي باشا نفسه في التدخين في الدخان، وافتتحوا مقهى خاص بيه في ضواحي شبرا. والظريف ان اللصوص سرقوا القهوه بتاعت محمد علي اللي موجوده في شبرا، وهو راح لرئيس الدرج اللي هي كانت الشرطه في الوقت دوت، وطلب منه ان هم يحضروا السارق والمسروقات. الكلام دوت منها يعني في رأي طبعا، واغلبه من هوامش التاريخ. دفاتر مصر المنسيه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.